اهلا بيكم ومرحبا وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. تعالوا نعمل النهارده مع بعض صدور فراخ بطريقه حلوه قوي. طبعا هي مبتكسه وجديده وفيها تكايه كده لطيفه ممكن تعجبكم. يعني نقول المقادير معانا 2 صدور فراخ، ممكن 1 ممكن 4 حسب الناس. اوكي، بس يعني حاجه ريش وهتدفع يدفع فيها كتير قوي، وادوله حقه بقى، ادوله يعني صدرين يعني. طيب ادي صدرين فراخ وهنتكلم فيها بعدين. معايا 2 طماطم حلوين كده متقشرين متقطعين، اوكي. معايا 2 معالق كبار من الثوم المفروم، ومعايا 2 معالق كبيره من الجنزبيل الفريش، معايا فلفل ابيض، ومعايا شويه جنزبيل مش محتاج له، ومعايا بابريكا، اوكي، معايا شبت وروزماري، معايا بقى خل بلسمي، سكر، السكر بني او ابيض ما تفرقش، مش مضايقني الابيض خالص، 2 معالق، اوكي، ومعايا ربع كوبايه شو اسمه خل بلسمي، ومعايا عسل دبس رمان وعسل اسود وعصير ليمون، شويه نشا بقى صغننين كده، وشويه ميه صغننين ربع كوبايه عشان ايه نحتاج لهم في الاخر ان شاء الله. طيب تعالوا نقول بقى هنعمل ايه. اول حاجه هعملها غريبه، هاخد السكر وهاخد البلسمي، اوكي، وهنروح هنا في حاجه حلوه كده، كازرول ولا حاجه او طاسه وات ايفر اللي يعجبكم يعني، بس كازرول عشان بقيه الحاجات دي هتحط معاها بعدين. هنحط البلسمي والسكر وكرمل، وايه اكرمل، اوكي، خلينا نكرمل زي ما نكون بنكرمل ايه في ميه، بس انا بكرمل في ايه في بلسمي، ونقلب قلنا طبعا هيدوب السكر وهتتكرمل الدنيا لغايه لما اشوف ان السكر اتكرمل والخل والحدوته دي كلها تقلت، ابتدي اعمل الخطوه اللي جايه اللي هقول لكم عليها في حينها. طيب خليني اخد حاجه كده عشان اقيس بيها سماكه الحدوته. لسه هنعمل كده ونشوف القعر بان ولا لا. بان بس مش قوي، بيلم بسرعة. أنا عايز لما أعمل كده القعر يبان وما يلمش بسرعة. فهنصبر عليه بيلم. مش لأ، اصبر عليه. واصبر عليه. مش هعمل حاجة دلوقتي لأنه الخطوة بتاعت التتبيلة أنا بشتغل فيها دلوقتي. لأن هتبل الفراخ بالخطوة اللي أنا بعملها دلوقتي. طب حد يقول لي طب ما أنت كنت كرملت السكر الأول بشوية مية نونة وبعدين حطيت الخل البلسامي. اقول لك ممكن، بس كده السائل هيزيد عندي. بدانا نقول حلاوه. خلوا بالكم بقى انه ايه هنا، ايه لازم يكون في نوع من السرعه. احط الاول الحاجات السائله، اوكي، واضرب بسرعه وتخلي بالنا عشان ايه ما يجرمزش. ادي دبس الرمان، اوكي، ماشي اهو، والعسل الاسود، كلام جميل، ونحط روزماري كفايه كده، وشبتات تات، خلي بس شويه نونه قوي في الاخر كده ايه للطبق، والبابريكا 2 معالق، اوكي، وفلفل ابيض، ولونه مش فارقه قوي. ليه بقى؟ لانه الدنيا كلها يعني غامقه فمش فارقه. احط الجنزبيل، واحط عصير الليمون، واحط الثوم، كفايه كده متهيألي عشان الثوم ما يضغاش، ويلا ايه نحط الطماطم، وخلي الكلام ده كله يتقلب مع بعضه، ومش هسخن. بس كده. اوكي. حلو قوي. تعالى بقى هنا نعمل كده. نحط الكلام ده هنا. اوبا ليسا. حلو حلو. يلا، ونحط بقى معاهم ايه؟
زيت زيتونات شويه حلوين، يعني مثلا ايه ربع كوبايه. اوكي بس يلا هنقلب الكلام ده مع بعضه كده اهو كده اهو. اقول لكم بقى ايه المفروض، اني احط الفراخ هنا واسيبها ساعتين. اوكي طبعا هو كل ما قعدت اللحمه او الفراخ في التتبيله كل ما كان ايه افضل. هناخد الصدر كده هعمل فيه حاجه بقى، هاخد حته رفيعه قوي دي هشيلها. ليه؟ علشان هنا تخينه قوي طبعا عادي، وهنا رفيعه قوي عادي، مش عايز يبقى الفرق في التسويه كبير، فهشيل الحته دي كده. اوكي بس، واحط الكلام ده هنا تمام تمام. وبعدين اخد دي برضو احط فيها اعمل نفس الحدوته. اوكي تعالى بقى هنا كده برضو. اوكي طيب احنا عملنا الحدوته دي، تعالى على جنب يا اسطى، وتعالوا ناخد بقى ايه واحده واحده كده. بس الاول عايز اقول لكم على حاجه، احنا ايه هنشويها بس ايه هي بس كده ها. اوكي نعملها كده بقى، ونعمل ايه ناخد كده واحد اتنين ها، ونونه نونه صغنونه هنا انت هتضايقني بقى. اوكي معلش يلا بينا تاني. اوبا يلا من ناحيه الحدوته دي كده اهو. اوبا ليسا ناخد الكلام ده تاني كده. بيكا بيكا بيكا. اوكي نشوي بقى، نار حاميه قوي الاول لازم اساسا اكيد، وبعدين نقلب. اصبر عليها شويه لما يوصل التسويه. طبعا انتوا هتبصوا كده هتلاقوا ايه بدات، يعني هيبقى فيه تبتدي السوى من تحت لفوق. نصبر عليها شويه علشان في حاجتين. اولا ما تقلبوهاش قبل ما تاخدوا اللون اللي انتوا عايزينه. ثانيا لو اتقلبت بدري ممكن تلزق. فخلينا نشوف الدنيا فيها ايه. هنعمل ايه بقى؟ اولا اغلي واصفي. اغلي واصفي. طب ليه بغلي؟ عشان تتجانس كل النكهات مع بعضها. اوكي؟ ونملح. يلا بينا نملح الحدوته دي. بس يا عم. ونقلب. تعالوا بقى نشوف التقليبة دي. نقلب كده. لا لسه شوية. طيب نطلع فاصل ونرجع. ابقوا معنا. صفينا التتبيله. لا قبل ما نصفي التتبيله رفعتها على النار مع شويه ايه النشا. اوكي وصفيتها وتقلتها شويتين ثلاثه عشان اعمل الصوص لطيف كده. اوكي فكل ده الكلام اللي عملناه في الفاصل وايه وهيبقى زي الفل اهي فله اللوله. يلا هنعمل ايه بقى؟ هنغرف. تعالوا نغرف، تعالوا نغرف هنا كده ونشوف الدنيا عامله ازاي. وريني يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي وراي. ترم تتم تتم خيالك. اوبا ليسا انا مش عايز دوشه، مش عايز زحمه في الطبق. اوكي
مش عايز ايه زحمة في الطبق، عايز اعمل كده بس. وبعدين ناخد الدقي ده نحطه هنا. كفاية. اوكي. بعدين ناخد عود من الروزماري نحطه كده. وعود منه تاني. اهو كده اهو. وشوية شبت. ونقدم. اوكي. بصوا بقى. في كذا حاجة عايز اقول لكم عليها. مهم قوي انه الطاسة بتاعتنا تبقى ما بتلزقش. طيب. طب لو انا عندي طاسة بتلزق اعمل فيها ايه؟ او خايف ان الحاجة تلزق في الطاسة اعمل ايه؟ اوكي. ورق زبدة مش ورق يسموه ايه؟ مش واكس بيبر، يعني مش ورق مشمع شمعي، لا ورق زبدة عادي جدا. اوكي. احطه في الطاسة واحط عليه الحاجة عشان ما تلزقش. اوكي. وبعدين ارفعه عادي، يعني ده ما فيش فيه مشكلة خالص. اذا لزقت منكم هيبان انها بتلزق اول ما تبتدي تحركوا الطاسه وتقول مش عارف تتحرك. يعني بعد ما تحطوا الحاجه بما فيش يعني دقيقتين ثلاثه حركوا الطاسه. لو الطاسه الحاجه ما اتحركتش على الطاسه تبقى بدات تلزق. اوكي. الحقوها بقى قبل ما تلزق خالص. ارفعوها على طول. اوكي. وبعدين ايه، حطوا ورق الزبده وكملوا شغلكم. او بعد ما اتعلم دخلوها تكمل تسويتها في الفرن. اوكي. عشان تبقى الحاجه مظبوطه 100%. هنشق الفراخ زي ما انتوا شفتوا ثلاث شقات كده، ونشيل الحته الرفيعه قوي علشان التسويه ما تبقاش. ها. وبعدين طب انا لو هعملها في الفرن هعمل ازاي؟ هعرف ازاي انا استوت كويس؟ اوكي. هجيب سكينه رفيعه قوي او خله، وفي الحته التخينه من الحاجه سواء لحمه سواء بالذات في الطيور، يعني حتى لو الطير كامل على بعضه، هشق الصدر او الحته العريضه او التخينه يعني سميكه، واتك عليه سنه، هيطلع عصاره من جوه. العصاره دي لو مش بيضه تماما تبقى ما استوتش لسه. لو فيها اي لون بينكي او حاجه تبقى ما استوتش لسه. الفراخ بالذات والطيور عامه الا الطيور الحمراء لازم ما يبقاش اي فيها اي لون من جوه، لازم تبقى اي لون وردي يكون اختفى تماما. اوكي. كده تبقى استوت. وما تكاش عليه في سوى اكتر من كده عشان مش هتبقى ساكولنت، مش هتبقى هتنشف يعني، مش هتبقى ساكولنت. اوكي. طيب احنا عملنا كده الحلقه بتاعتنا النهارده، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج طبخه ونص. ابقوا معنا.